سامية سامية يا سامية سامية، انت لسه نايمة؟ اصحي يا كسلانة، ساعة عدت 8. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبة ماما. ايه الوخم اللي انت فيه ده؟ يلا هتتأخري على المجلة. لا ما انا مش رايحة المجلة. ايه؟ مش رايحة المجلة ليه؟ انت تعبانة ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي انا كويسة. كل بس ما في الأمر ان الأستاذ فريد طالب مني شغل كتير، فقلت أقعد في البيت عشان أخلص. طب يا حبيبتي أنا هروح المدرسة، لو عوزتي أي حاجة اتصلي بيا بالتليفون، أوكي؟ باي باي. أعلم متحدث عسكري إن اشتباكات بالمدفعية تدور منذ صباح اليوم على جبهة القناة ما بين قواتنا وقوات العدو، وذلك إثر عملية عبور ناجحة للقوات من الصاعقة المصرية ليلة أمس. دمروا خلالها حافلتان وسيارة مجنزرة من قوات العدو، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح قبل أن يعود إلى الضفة الغربية من القناة. وقد استشهد من قواتنا 3 أفراد وأصيب ضابط وجنديان، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى إذاعة هذا البيان. اعمل ايه يا بابا؟ قولي اعمل ايه؟